السلام عليكم. في سي تاع لوبيل استرا ال استرا 6ème جينيراسيون. تبع جينا هنا للبرتغال باش نشاركوكم لا الاكسبيريونس هذه كلها مع الاسترا. بربي باش نخدم الاضواء قبل كل شيء خاطر هنا نشوفوا انه لو ديزاين المره هذيا مع اوبيل كان في المواد. جوست راه نشعل الضوء ونراو شنو باش يعمل. لا باش نوريكم لافاس افون كلها. اهم حاجه نراو هنا اوني سيون فينيسيون اسمها جي اس لاين. دونك لاتيتود سبورتيف نتاعها دونك ستا باك كيما عند ماركات الالمان الكل ما نجموش يقعدوا بلاش ماركه معناها يعملوا من ليني من نوع هذايا. نشوفوا هنا اللي هما ايزون ادوبتي حاجه تتسمى لو فيزور. اون فيت في لي زاني 70 مع المانتا مع لوبيل مانتا كانت لا كالوندر كيما هكايا. عندك حاجه اخرى مهمه برشا انك تنطلق من هنا وتمشي tout au long du capot. عندك هاللينيا هذه كيما قبل في الكراهب وقت اللي كان بالحق الديزاين نتاع السبعينات عنده توجه كاغي اكثر. اوبيل وقتها ما كانتش في نفسك التوجه هذاك 100% رغم صعب جينيرال موتورز في البريود هذيك وتوجههم للسوق معناها التفكير الامريكي. وهنا عندك في اوبيل تفكير اوروبيان. دونك لازم يعمل كهرباء صغيره وتكون نوعا ما فيها روح. هنا الكل الى ايتي ربري دونك خذاوه الكل. ونشوفوا هنا كيفاش الاضواء يبداو بسنتور هنايا هكا ويكملوا مع الكالندر. نشوفوا لوط البوكليي كيفاش عاملين لا ليزون ما بينات لي زونتي برويار فارليني ماشيين هكا 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 هكا. اون فيت ثم لا فيرسيون اونتري دو جام وثم لا فيرسيون اليغونس اللي هما تلقى فيهم هذا يتحول الى كروم في لا فيرسيون اليغونس. تعطيكم تصويره سينون لونتري دو جام يتنحوا من لي زونتي برويار. ان توكا احنا في تونس باش تجينا لا جي اس لاين كيما هذه ولا باش تجينا ليليغونس اللي فيها الكالوندر كرومي. باهي نزيدو تويكا نشوفو اونيفو كابو اللي هما كيفاش الكابو عطاوه شكل وكانه كبير طويل. هنا نراو من البوكليي لوطا كيفاش وبعديك نطلع الفوق نعاود نرجع نحكي على الفيزور. هون مكتوب اوبيل كله بالاكحل بيان سور. وهوني عندي اون كاميرا اللي هي باش تعطيني 360. هنا اون ديغي كاينو عندك ذا كومباس البوصله هكا عندهم تفكير ديما من نوع نتاع لافونتور وكل. باهي نشوفوا هنا زاده باش نعاود نرجع على الاضواء. هوني شوفوا كيفاش لا ليني تاع الضوء هوني لا سيناتور لومينوز. هنا اوني سور اون فيرسيون اللي هي فول ليد يتسمى انتليجنت ليد عندهم هما. دونك يولي فيه زوز هذوكم افيك لي فو ديريكسيونيل دونك يتحرك بكلو. شوفوا كيفاش الكلينيتون. باهي نمشيو تويكا نشوفو الكهرباء من جنب ونشوفو لو لون كابو لهنا اللي يوفى اون فيت بانجل سي انجولو هنايا فك الليني اللي جايه من وسط الكابوت. باهي هنا اوني سور دي جونت بنتاغون. هنا سيرتي بالاحمر خاطر اوني سور لا فينيسيون جي اس كيما قلت.
c'est monté en c'est des Michelin 18 pouces. بعد ثم حاجة أخرى نحب نحكيو عليها اللي هي لو رابيل دي كلينيوتون اللي هو لاحظوا كيفاش عملوا حاجة جديدة كومبليتمون مش مستانسين بها العباد الكل كانوا يعملوا دي رابيل دو كلينيوتون في السونس هذايا هما جاو عملوا رابيل دو كلينيوتون هكا وبالطبيعة ديما في عند الألمان لو رابيل يلزم الكوندكتور يراه يعني دونك نشوف هوني يلزم الكوندكتور يغير رابيل باهي باش نوري جوست من هنا كيفاش الليني كي نغزر هكا مخدومة هكا وتعاود تطلع هنا هكا وتعاود ال غوبخون هوني هوني بور دوني هاك اللارجور التالي شوفوها هاك هنا نشوفو زاد الأضواء من تالي كيفاش اون جلوبال شوفوا منظرها منظرها الكل كيفاش بالحق عندها اون ليني التالي تخي تخي زاغريسيف وكل اللي حكينا عليه هذاك اللي من هنا ومشي الاخر كيفاش عرض التيلاني وربعوه رغم اللي انت في جنب كنت سور دي قلب مدورين بتبيع هنا اسم استرا مكتوب بالكبير هو ما نساوش اللي احنا في السيزيام جينيراسيون نتاعها واسمها معناها ديجا معناها تحب السوبوزيسيون في حاجه اللي هي تكون اون فري كونكورونت احنا تو في تران تاع جولف معناها اون فري كونكورونت للجولف وماخير من الجولف معناها ستاك البريميوم و تحب تولي فيك السونس هذاك نشوفوا هنا كيفاش عاملين لو كروم في وسط الضوء شفتوا كيما شفتوا الكلينيوتون زاد الكل ولاد الضوء الكل ولاد دونك ايزون با ليزيني سور لي مويان حطوا باك والكل فيها باهي هنا عندنا ان تخوازيام في دو ستوب والكماله نتاع اكليني اللي موجوده في الكابو نراوها مع لونتين ونراوها مع هذي دونك كي نغزر هكايا نرى الكل فرد ليني هكا هلا هذا كان بيكي وكل شوفوا زاد ديفوزور التالي كيفاش حتى هو زاد راهو هاك الخط هذاك يكمل هنا دونك الثنية تبدا منا وتطلع تكمل حتى تمشي مع الكابو من فوق بكل باهي باش نوفها توا جوست بحاجه اللي هي لو ديتاي اللي في جنب اللي هو هذا واحنا صغار نعرفوا لوبيل كاديت نتاع عام 79 هكاكا نحط لكم تصويره تشوفوها كيفاش كيوز الكهرباء كل مع بعضها ذكرك بها هي هكا لمحه تاريخيه لك البيلر سي بيلر يتسمى في نفس الاسبري نتاع الكادات اللي حكينا عليها هذيك دونك تغزر هكا وتبقى تعرف الماركه شويه تقول معناها استوحوا برشا حاجات من تاريخهم ياسر حلو بالحق الديسان هذاك نتاع سي بيلر ياسر حلو شفت كيف بدا عنده تاريخ ينجم يقعد يحكيك على الكهرباء حتى 10 سوايع معناها تلمو عندهم حاجات مشتركه الحاجه الاخرى زاده اللي حبيت نحكي عليها هي انه عملوا عندهم سونس لو بافيون فلوتون وكل بالسقف هذاك اللي تري ديناميك هكا او نيفو كي نشوف في الجلوبال هكا معناها كيفاش الشكل نتاعو العام هاي خلينا نمشي نحكي لكم تويك على بقيه
l'intérieur de la carabine. Bye bye.